حقيقة هو كان محط نقاش عام، وأعتبر ذلك يعني صحي. ولابد أن أشير إلى أنه أولا المرجعيات الكبرى من الدستور ديال 2011 والقانون الإطار 51-17 والنموذج التنموي الجديد، هذه المرجعيات الكبرى كلها ركزت على بعد الجودة في المرفق العام بصفة عامة، وخصوصا في المجال ديال التعليم. لابد أن نؤكد إلى أنه دستور المملكة في المقتضيات ديالو أنه خصنا نوفروا للمواطنات والمواطنين على قدم المساواة تعليم ميسر عصري وذي جودة. وفي الفصول ديالو يؤكد على المرفق العام كما قلت بما فيه التعليم الخاص، خاص هذا العنصر ديال الجودة يكون متوفر. ضف إلى ذلك أنه إحنا بعد ما تجاوزنا المرحلة ديال التعميم، كل النقاش العمومي وكل التداول بين المغربية والمغاربة يصب البحث على هذا العنصر ديال الجودة، وتعيق الميثاق، الرؤية الاستراتيجية، القانون الإطار، النقاش العام بصفة عامة، حتى الاختيارات ديال الأسر، كل اختيارات كلها تبحث عن هذا العنصر ديال الجودة، وعليه فبطبيعة الحال الانتقال من هذا الورش الكبير من المحطة ديال التحميم، المحطة ديال تعزيز المكتسبات وتعزيز المصارف الجودة، أصبح يلزم الجميع والمواطنات والمواطنين في هذه المرجعيات الكبرى عبروا على رأيهم، لأنهم اللي حددوا هذا بالاستشارة وبالرأي حددوا هذا الاختيار. المدخل الكبير في التعليم خصوصا الجودة هو في التدبير ديالو أصغر وحدة هي الفصل الدراسي، والفصل الدراسي العنصر الفاعل فيه هو المدرس، وضمان هذا هذا الدعم الجودة تقتضي هذا أنه المدرس يكون في مسار ديال الانتقاء يفضي إلى الأجود والأنسب، وأيضا أنه يكون في واحد المسار تكويني مختلف الجوانب ديالو التي كما قلت تفضي اختيار مدرسين اللي يضمنوا في هذا الفصل الدراسي اللي هو الوحدة التدبيرية الصغرى في المنظومة، أنه يعطي هذا المردود ديال ويوصلنا لهذا المخرجات ديال الجودة. ما ننساوش بأنه وإن كان اليوم هذا النقاش كما قلت في هذا الحدة دياله، ما ننساوش بأنه هذا الاشتغال على الجودة بهذا المنطق يضمن الاستدامة في الإصلاح، ويضمن هذا الجواب على هذا الانشغال اللي هو آني اليوم احنا كنقولوا خاصنا شروط ربما بالنسبة لبعض الفئات وما إلى ذلك، ولكن ما ننساوش بأنه نحن نشتغل على مخرجات منظومة، ونشتغل على جانبية أجيال، ونشتغل على هذا البعد ديال الاستدامة اللي غيعطي القوة ويعطي التنافسية في سوق الشغل وطنيا ودوليا، ويعطي خريجين ديال المدرسة المغربية بكل مكوناتها بواحد الجانبية اللي تحل هذا المشكل بشكل دائم في وجه الأجيال القادمة. وأظن بأنه هذا اختيار بجرأته هو اختيار غادي يقطع مع كل أي مقاربة اللي ما كتبنيش هذا العنصر ديال الاستدامة. أولا التلميذ بعد الحصول على البكالوريا واحد الشرط أساسي في النجاح ديال ممارسة المهنة هو الاختيار. احنا اليوم في الشروط كنهضروا على الرسالة التحفيزية، وهذه الرسالة التحفيزية راه هو تعبير عن اختيار إرادي منذ السنة الأولى بعد البكالوريا في مسار الذي يفضي إلى مهنة التدريس، ماشي اختيار هذه المهنة بعد سنوات جامعية
لان هي المهنه المتوفره ولا اللي هي اللي في اكثر فرص باش نولجوا لها، بل هو اختيار مباشره بعد سنه بعد النجاح في البكالوريا. والانخراط في هذه المهنه واختيار هذا المسار اللي كيؤدي لهذه المهنه بحب هذه المهنه وبقناعه وباراده من النقط التي تبني المسار لدى يعني اي طالب اختار يمشي في هذا يعني في هذا الاختيار المهني. ثلاث سنوات في الجامعه كيشتغل فيها تشتغل فيها المنظومه على بناء تخصص لدى الطالب، وكتشتغل فيها على بناء جوانب ديداكتيكيه لدى الطالب، كتكونوا من الجانبين الاساسيين، الجانب الاول اللي هو تخصص في الماده، والجانب الثاني هو كل مقاربات التدريس. هذا المسار كله هو بطبيعه الحال بعد ثلاث سنوات كيؤدي لواحد الخطوه مواليه اللي هي خطوه التكوين المهني في مراكز الجوانب المهنيه التربيه والتكوين، اللي كتركز على الجوانب ديال ممارسه المهنه بتكوينات النظريه مرتبطه بالاشتغال في المؤسسات التعليميه في مهنه التدريس. واكيد انه بعد هذا العمل وبعد التكوين لمده ثلاث سنوات في المسالك الجامعيه في التربيه، وبعد يعني التكوين المهني الخاص بمهنه التدريس في المراكز الجهويه لمهنه التربيه والتكوين، غادي نمشيو للوضعيه ديال تحمل مسؤوليه القسم. يعني في سنه من التدريب وبالمواكبه وبالمصاحبه وبالتاطير من اصحاب الاختصاص، تنبنيو واحد يعني عند واحد الطالب اللي حصل على البكالوريا واحد المسار كنأهله في جميع الجوانب ديال اللي كتقتضيها المهنه، وكنأهله هو بلغ واحد السن اللي باقي يمكن ليه فيه مزيد من يعني التعلم ومزيد من التدريب ومزيد من يعني التأهيل. وعلى هذا الاساس يستحسن انه يكون في واحد السن كما جاء في الشروط اللي يعني توضعت الان بالنسبه لهذه المباراه ديال دورات دوجانبير 2021، لانه هذا المسار هو مسار ديال الممارسه، هو مسار ديال التعلم، هو مسار ديال تحيين المقاربات وديال التجديد، وهو مسار الذي يقتضي يعني من جهه مواصله تعزيز المكتسبات في التكوين الجامعي والمهني عن طريق التكوين المستمر في كل مره يقتضي الامر ذلك، لانه هو الحقل ديال التكوين ديال التعليم ديال التربيه والتكوين. ثم كتعرفوا بانه حقل بالمقاربات وبالتجديد، ضيف الى ذلك انه كتفتح الافق لمن يختار هذه المهنه انه يتطور يعني في المسارات المختلفه ديالها، وكتفتح يعني مسارات داخل المنظومه وربما في ارتباطها بمسارات اخرى يعني اللي عندها علاقه بالمنظومه ديال التربيه والتكوين. وهذا اللي كيعطي كما قلت لهذا يعني المدرس اللي اختار هذا المسار انه اولا يخدم يعني في المجال بواحد العطاء وبواحد المردوديه عاليه اللي كتعود يعني بالايجاب على الفصل الدراسي ومخرجات المنظومه، وثانيا وفي المسار ديالو يكون مطمئن ومرتاح ويشوف الافق واعده باش يتحمس ويشتغل ويكون فاعل ويساهم. وما نساوش بانه هادشي راه مرتبط بشكل مباشر بالتنميه بصفه عامه وبالنمو الاقتصادي يعني بشكل عام، والتربيه يعني كل يعني مؤكد انه هي الدعامه الاساسيه في نمو البلاد. وانا كنظن بانه عن طريق هذه الدعامه ديال الجوده يعني ان شاء الله غادي تبنى هذا المسار الجديد. لابد ان اؤكد على ان هناك اقبال يعني في الترشيح بالنسبه للمباراه، ولابد ان اؤكد ايضا انه هذه العمليه كلها كما قلت الهدف منها باختصار يعني يمكن نعبر عليه في كلمه واحده حتى وان كانت ضمن مكونات هذا المسار، هي الانتقاء. انتقاء اجود يعني الموارد الاشتغال في مهنة التدريس. المباراة في حد ذاتها مكون ولكن غير كافي. الانتقاء يعني كممارسة تقنية في حد ذاتها غير كافي، ولكن الانتقاء ككلمة شاملة وجامعة لعملية الانتقاء التقنية والعملية والمباراة
والمسار ديال 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 التكوين يعني في المراكز الجهويه والتدريب، هذه العمليه كلها راه هي هذا المسار ديال اختيار وبناء اجود يعني الموارد اللي تشتغل في يعني وتمارس في هذه المهنه ديال التدريس. وانا كما قلت هذه العمليه اولا شجعات باش يعني يكون الاختيار مبني على الحافز ومبني على حب المهنه ومبني على حب الانخراط في هذا المسار ديال مهنه المدرس. وثانيا غادي يبان الاثر ديالو في المستوى القريب والمستوى المتوسط والبعيد المدى، يعني في بناء مخرجات المنظومه تكون عاليه وبناء جانبيات الخريجين، وبطبيعه الحال في ان المنظومه التربيه تكون تخدم يعني التنميه بصفه عامه والنمو الاقتصادي يعني للبلاد.